عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتو؟ عافيك. طيبين؟ طيبتو. ايش كل وحاله؟ لحال بكم شر، كيف انتو؟ عافيكم. طيبين؟ طيب الله فيكم. كل وحاله، لحال بكم شر، سلامتكم جميع. يقول يسلم خدمة البني عمي سديد، جاتنا دعوة غالية من انساب غاليين، وتعرفون الرابطة اللي بيننا وبينكم والشيء اللي حاصل للجميع. على كل حال، لبينا الدعوة، نقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينهم في خير. الدرب الثاني فالعطاء من الله سبحانه وتعالى، أهم شيء حضور الرجال والأنساب عند أنسابهم والصفوف اللي مثل ما تشوفون. ولو نجيب ما في البيوت وما في أجوابنا، ما قنعتنا عندكم يا أبو حليس مع الصف اللي تشوفون 10,000 وبشت من منصور بن مفرح، والدراهم من الصف اللي تشوفون. إن قل العطاء ما قل الغلاء، وإن كثر شيء فأنتوا تستاهلونه، وعفاكم على الله. الله يحييكم، مرحبا ألف إنساب النغلاء، وعطاكم وافي، والله يحييكم. بشت للشايب لأبو حليس زمنا، يقول يا سلام يا أهل المدح في يوم الزحام، الرفيدي له سنام الوفاء والمرجلة، جوكم اللي ماخذين على العليا وسام. نعم. للنسب عند العبيدي مقام ومنزلة. نعم.